أعرفكم بنفسي، أنا معز. أحكي لكم حكاية حصلت معايا في الشغل. عندي في الشغل زميلة اسمها هيرن، مثال حي البنت المنحلة عديمة الحياء اللي ممكن تعمل أي حاجة تيجي في دماغها بدون أي قيود. من الآخر كده، أنثى بتعرف تستخدم صلاح الأنوثة ببراعة تفوق براعة كليوباترا نفسها. الكل كان بيسمع كلامها كأنها ملكة وهم العبيد، حتى المدير ما كانش بيكسلها أي طلب، وكأنها ماسكة عليه كمية مصايب رهيبة. وتدخل الصبح باللبس شبه عاري والعطر فواح، وتمشي تهزر وتضحك مع طوب الارض. هزار غريب ممكن يوصل لمد الايد. الكل كان بيشتهيها من نظراته، بس برضه محدش كان يقدر يكشف عندها، خاصه بقى ان كل زمايلنا متجوزين. هي بس الوحيده الانثى اللي اتجوزت سنه واتطلقت. ثلاثانيه متحرره تبحث عن راجل وسط الف ذكر، وانا رغم اني انسان زيهم بس كانت بتجيلي حاله اشمئزاز من النوع ده، وكاني رغم جمالها وانوثتها بشوفها كيان بشع مقرف مقزز. يمكن عمل خير عملته فربنا لسه منور بصيرتي، وبعرف اميز بين الخطأ وبين الخطأ الفج اللي ما ينفعش تسكت عنه ابدا. عشان كده تجاهلتها من اليوم الاول، ما كنتش حابب اتعامل معها باي شكل من الاشكال، ولا حتى اشوفها ولو حتى بالصدفه. وهي لحظه ده من اول ما عينيها وقعت عليا وبدات غريزه الكبرياء تنهش فيها، الست اللي قدرت تروض الكل فيه ذكر استعصى عليها، وبدات حرب بردة بيني وبينها. كنت قارئ في علم النفس وسيكولوجية النفس البشرية، وكان سهل عليا قوي حلل شخصية زي دي واتوقع افعالها كمان. افعالها اللي تمثلت في محاولة مستميتة للاحتكاك بيا، سواء بالهزار او الشغل او حتى نوع من انواع الصداقة، بس كانت دايما بتشوف مني الوش الخشب، وده كان للاسف في سرها اكتر، رغم اني كنت عايزها تسيبني في حالي مش اكتر. ما انا برضو مش ملاك ولا رسول، وممكن اقع في الفتنة، بس دي ما كانتش عاوزاني لمجرد اعجاب، دي عايزة تراضي شيء جواها، ولو استسلمت وبقيت متاح لها هتمل مني وتعتبرني زي الباقي، وانا استحالة اكون ذكر. ابويا رباني اكون راجل واكره الغلط ايا كان ايه هو. صحيح، نسيت اقولك ان في جاذبية من نوع خاص احاطت هيام لما اعلنت عن موهبة دفينة عندها. هيام بتعرف تقرا الفنجان والكف، وانتشر خبر بين المكاتب زي النار في الهشيم، بل والناس بقوا بيجوا بأي حاجة لمكتبنا عشان تقرا الكفة والفنجان ليهم. بس هي كانت بتختار واحد كل يوم تقرا له الفنجان بتاعه وتقول له على أسرار في حياته محدش يعرفها. لسه فاكر أول يوم لما كل الجامعة حواليها ومسك الكف زميل لينا وبدأت تتكلم. ما بتحبهاش بس مضطر تتعايش في الوضع ده، هتخسر كتير بهجرك ليها، نفسك في الحرية وبتحاول تحصل عليها بأي طريقة. أوقات بتفكر تاخد الخطوة بس أعتقد إن ده قرار غير صحيح. أصبر والفرصة هتيجي لحد عنك. الغريب ان زميلنا ده بدأ وشه يصفر وعينه تبرق كأنها بتتكلم عن حقيقة في حياته، وزادت نظرة الرهبة تجاه هيام، خاصة انها سابته وهي بتبصله بصات جانبية ومشيت. البعض حاول معاها بس هي اشترطت هتختار كل يوم شخص وتكشف سر عن حياته وتقدم له نصيحة. وتاني يوم مسكت زميلة لينا وكشفت عن سر في حياتها، قالت لها ان اخواتك ظلموكي في الورث بس حقك هيرجع لك. الغريبة ان زميلتنا دي شهقت من الخضة، خاصة انها عمرها ما حكت عن حاجة في حياتها لحد. وفي اليوم اللي بعده حكت عن خروجها لواحد صاحبنا مع واحده غير مراته في اسكندريه من اسبوع. طبعا الكل ضحك وهو ضحك معاهم، بس نظرات عينه المذعوره اكدت لي ان الكلام ده حقيقي، ولما استفردت بيه حاولت اتاكد منه بحكم انه بيثق فيا، وفعلا حكى لي ان كلام هيام كله كان صح. الموضوع كان محفز جدا للتفكير، البنت دي بتستخدم سحر معين بقى ولا ايه؟ بس برضه مش هشغل نفسي بيها. وفي اليوم التاني اتكلمت عن شخص معانا ونصحته كالعاده، وبدأوا يتكلموا ويهزروا. وسط كلامهم اتكلم صديقه قال تفتكر يا هيام انك تقدري تقري لاي حد فنجان؟ بصيت له بصه غرور وعنجهيه واضحه وقالت طبعا. طيب تعرفي تقري المعز؟ وقتها كل بص ناحيتي وهي ابتسمت ابتسامه غامضه، ابتسامه تحدي. بصيت لها بلا مبالاه وكلمت زميلي ده وقلت له وانت بتصدق دجل ده برضه يا سعيد؟ الكل وقتها استغرب من رد فعلي، وهي زادت ابتسامتها اكتر وقالت طيب ايه رايك لو كشفت عن حياتك قدام الناس دي كلها بكره؟ بصيت لها بصه استهزاء وقلت لا يعلم الغيب الا الله يا شاطره. اسلوبي استفزها اكتر وزادت نظرات الثقه وبذكاء حاد اتكلمت وقالت معاذ ما بيكدبش وكلنا عارفين ده، وانا بتحدى بكره احكي عن حاجات خاصه في حياته وهو يقول وقتها ده صح ولا غلط، ايه رايك ولا خايف؟ بصيت لها باستهزاء اكتر وقلت وانا موافق. وقتها الكل كان متحمس وكانها مواجهه سيده موسى مع سحره فرعون. الكل كان عارف اني ما بكذبش، والكل عايز يعرف الحقيقه فين، وانا رغم خوفي ما كنتش حابب امور الدجل دي كلها ومش مصدقها رغم كل شيء.
بس كان جوايا جزء خايف منها تعرف فعلا اي حاجه في حياتي. وبالليل كلمت واحد صاحبي من القله اللي تقريبا يعرفوا يفيدوك في كل حاجه تقريبا، مثقف ومتدين وراجل فعلا، حكيت له على كل حاجه. وبعد تفكير قال لي هتكلمك النهارده ما تردش عليها لما تقول لي، اياك ترد عليها. وانت متاكد ليه كده؟ وقبل ما يرد لقيت رساله واتساب من هيام قراتها من بره وكانت كاتبه عامل ايه فنان، مستعد ولا لا؟ كلمت صاحبي وقلت له عشان يضحك يقول لي رد عليها وقول لها كذا وما تكملش غير لما ترجع لي. رنيت عليه فون وفتحت الواتساب على الجهاز وبدا يتابع معايا. انا بخير يا هيام وجاهز، متحمسه اشوف شكلك وانا بكشف عن كل اسرارك قدام الناس. قلت لك لا يعلم الغيب الا الله. الغريب ان هيام كانت بتبعت كل رساله معموله زك واتساب، مره تبعت توم جيري ومره ارنب وهكذا، ومع رساله من الرسائل بعتت ملزق بس ما ظهرش. وانا بكل تلقائيه رحت ادوس عليه عشان يظهر، بس صاحبي وقتها قال لي استنى وطلب مني سكرين شوت للملزق ده. ولما بعت له قال لي اقفل الشات وبدا يضحك، قال لي ان ده برنامج هاكر مسافه ما بتدوس على ملزق الطرف الثاني بيشوف كل محادثاتك، واعتقد ما فيش شخص مش حاكي الف سر عنه لناس على الواتساب بتاعه. وهيام بتلعب بالناس بالطريقه دي، بتبعت للناس بالليل وتهكر الواتساب وتقرا الدردشات وتعرف معلومات كافيه عن اسرار الشخص ده، وتيجي تاني يوم وتحكي وتنصح نصيحتها بطريقه مسرحيه. ومع ملامح الشخص بتقدر تتحكم فيه وتهمه ان نصيحتها هتتحقق، عشان كده بتطلب يوميا تقرا لواحد بس. دخلت اتاكد من زميل وسالته ان كانت هيام كلمته واتساب قبل ما تقرا الكف بتاعه بيوم ولا لا، وطلع الكلام صح. وقتها ابتسمت بفرحه كبيره. هيام كانت عماله تبعت وانا اضحك، وسبتها لتاني يوم ورحت الشغل وانا في قمه الثقه والسعاده، وكان الكل في الانتظار، بس هي كانت مهزوزة وقلقانة، خاصة انها معرفتش تهكر الواتساب بتاعي. وبصت في كف ايدي وبدأت تقول كلام غير صحيح بصوت ضعيف ونبرة قلق عكس نبرة صوتها لما كانت بتقرا لحد غيري، وكان كل ما تقول حاجة اقولها بابتسامة غلط يا هيام. وكنت بشاهد ناس قريبين مني وبتصل بيهم كمان قدام زمايلي، والكل كان عارف اني ما بكدبش، وشفت العرق بيتكون على جبهة هيام. وقتها بصت لها بسخريه وقلت لها قلت لك يا هيام لا يعلم الغيب الا الله، وسبتها ورحت على مكتبي. وبعض البنات اللي كانوا بيغيروا منها استلموها بسخريه واستهزاء لحد اخر اليوم، بس اللي شفته في عينيها كانت نظره غضب وثوره، مقت وكراهيه للراجل اللي كسرها وجاب من خيرها الارض. وزادت كراهيتها ليا اكتر لما الكل انفض عنها ومحدش شرح لها تاني يوم، وحتى اللي قرات لهم قبلي استغلوا الفرصه وانكروا كلامها لانها كشفت عن فضايح عنهم، وهي ما كانتش هتستسلم بسهولة، وكان لازم تكسرني عشان ترجع بيتها قدام الناس. وفي ليلة وانا نايم شفت دب رمادي بيجري ورايا وبيحط في رجلي، ولما بصيت عليه لقيتها هيام. صحيت من النوم الآن وبدعي ربنا ان يكون خير، ولما فسرت الحلم عرفت ان الدم بيمثل الامرأة المؤذية، وعضتها دي يعني محاولة ضرر كبيرة قوي داخل عليها، وده خلاني تاني يوم اراقبها من تحت لتحت، خاصة انها كانت متوترة وعلى غير العادة وبتحاول تتجاهل نظرتي بكل الطرق. وعلى الظهر قمت عشان اتوضي واصلي، كنت انا وهيام بس اللي في المكتب، حطيت الجاكيت بتاعي كالعاده على الكرسي هو والشنطه. وقبل ما ادخل الحمام جالي هاجس ارجع المكتب بسرعه، ورجعت فورا عشان اتفاجئ فعلا بهيام بتحط حاجه في شنطتي، كانت مدياني ظهرها فمن الاخر كده مش واخده بالها. رقبتها بشويش ولما رجعت مكتبها رجعت تاني انا لمكتبي ولا كاني شفت حاجه. وبعد نص ساعه خدت شنطتي ودخلت الحمام، فضلت ادور فيها كتير قوي لدرجه اني شكيت اني بتخيل ان اصلا هي ما كانتش بتعمل حاجه، بس فعلا لقيت حاجه. ببص على بطانه الشنطه لقيت قطع صغير قوي كان استحاله فعلا الاحظه الا لو انا ما فتشتش بضمير. مديت ايدي لقيت ورقه صغيره متطبقه طبقات كتير قوي قوي، فتحتها بهدوء وكانت صاقه كان عباره عن عمل ومليان طلاسم كتير جدا وكلام غير مفهوم. حسيت وقتها ان في نار بتولع فيا، بتولع من جوايا، كنت هاخد قرار عشوائي يعمل لي مشكله كبيره، بس ما تمسكت وفضلت افكر كتير قوي ما لقيتش غير صاحبي اني اكلمه واستعين بيه. ولما حكيت له قال لي نصا كده بالظبط، حط الورقه في شنطتها في مكان خفي وسيب السحر ينقلب على السحر. عجبتني الفكره وكلمت زميل معانا يستدرجها بره عشان عايز اعدل هدومي، ضحك على اساذجتي وسدرجها بره بالفعل. فتحت شنطتها وقطعت حته صغيره جدا من بطانه الشنطه وحطيت فيها الورقه ورجعت تاني مكاني بكل هدوء. ومن يومها وغابت هيام، غابت لاكتر من اسبوع. البعض قال انها مريضه جدا والبعض قال انها سافرت، بس بعض الزملاء لما راحوا يطمنوا عليها قالوا انها مريضه جدا. وبعد 10 ايام لقيتها بعت لي على الواتساب الحقني يا معز انا بموت. خير يا هيام؟ طمنيني، انا عندي سر لازم اقول لك عليه عشان لو قلته ضميري هيستريح واموت وانت مسامحني. خير يا هيام في ايه؟ قلقتني.
أنا مش بارع كف ولا حاجة، أنا كنت بهكر الموبايلات مش أكتر، ولما معرفتش أعملها معاكم من غزي كلمت واحد بتاع أعمال وعملت لك عمل عشان تحبيني غصب عنك، كنت أعترف إني بارع كف. غرور مني للأسف لأنك أهنتني قدامهم، بس بعد ما حطيت لك العمل ومن يومها وأنا في كارثة. حاسس إنك فعلا راجل نقي وربنا بينجيك من الكوارث، وأنا بشوف راجل بأربع رجول في أحلامي بيضربني كل يوم بالليل وبيعتدي عليا جنسيا، أنا عايشة في رعب مش قادر أخلص منه، عشان كده قررت إن أقتل نفسي لعلي أرتاح. بطلب منك تسامحني لوجه الله، أرجوك سامحني. والأول مرة تصعب عليا. كلمت صاحبي بسرعة، قال لي إنه خادم العمل بيعذبها، وده متوقع طبعا لأنها ما وصلتش العمل بغبائها، وقال لي أدلها على مكان الورقة في شنطتها وأطلب منها تحرقها. بعت لها بس ما ردتش. اتصلت بيها موبايل مرة واتنين لحد ما ردت وهي بتبكي بهستيريا وكانت فعلا بتحاول تنتحر. عرفتها مكان الورقة وطلبت منها تحرقها وعملت كده وهي مسؤولة، واتحل الموضوع بالبساطة دي. اتحل وانا بتمنى يكون عزة الهام وكل بنت شبهها، كل بنت قررت تقتل خصلة الحياة اللي ربنا ميزها بيها، وكل بنت قررت تناطح الرجالة وتخرج برا ثوب الوقارة والأنوثة. للأسف الدنيا بتعاقب الأصناف دي عقاب شديد، اللي بتقتل حياة الدنيا بتكهرها وبتلاقي نفسها سلعة رخيصة بين أيدي الذكور، وربما سلعة في أيدي الجنة أو شهوات الأنثى والغرور والعنجهية والغيرة. هلاك الأنثى كله بيبدأ من قتل الحياة عندها، وإن جمال الأنثى كله في حياتها ولو تخلت عنه فهي خرجت من هويتها وباقت لا شيء. القصة للكاتب أحمد محمود شرقاوي، كان معكم كريم داود في قصص حقيقية حدثت بالفعل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في كل جديد.